تعرف على وصية تامر حبيب التي أغضبت الوسط الفني، ولهذا السبب هاجمته منى شلبي. أثار السيناريست تامر حبيب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني، وذلك بعد حديثه عن وصيته حول يوم وفاته. وكتب تامر حبيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أوصي كل اللي بيحبوني وهيزعلوا عليا يوم ما موت ويبقوا حزنة من قلبهم، لو كان نفس اليوم في أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا، وأنا هبقى مبسوط قوي. وكتب تامر حبيب: طيب أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف مقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب وتصورت مع أصحابي، حد عايز حاجة؟ وكان قد أثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفل زفاف بالجونة مساء الجمعة الماضية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه. وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيلي كريم والراقصة جوهرة ويسرى والأخيرة ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية نور العين بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة. وبعد تلك المنشورات تعرض السيناريست تامر حبيب لموجة حادة من الانتقادات سواء من قبل الجمهور أو زملائه من الوسط الفني. وردت الفنانة منى شلبي بالقول: وأنا هبقى زعلانة قوي، يغور انبساطك، وأنا مالي أنا يلمبي، حبيب بابا ربنا يهديك ويطول عمرك، يلا قوم من على الفيسبوك، يلا روحي. حذره بعض المتابعين من غضب أسرة سمير غانم، ليرد تامر حبيب بالإشارة لأن أسرة الراحل أصدقاؤه عبر الفيسبوك قائلا: حق أستاذ سمير عليا، ده موضوع محدش ليه دعوة بيه خالص، وإن شاء الله يوم ما نموت ويبقى فيه مناسبة في نفس اليوم فيها فرصة للناس اللي زعلانين عليا إنهم ينسوا زعلهم ويغنوا ويرقصوا، وصيتي ليهم إنهم لازم يروحوها. وكانت انتقادات قد طالت الفنانات يسرى ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي بسبب مشاركتهن حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال بالجونة بعد ساعات من بكائهن في جنازة الفنان سمير غانم. لترد الفنانة إلهام شاهين في تصريح للوطن بتأكيدها أن الصور التي انتشرت لها ليست من حفل الزفاف ولكن من حفل داخل الجونة قبل وفاة سمير غانم بيوم واحد وقبل إقامة الفرح، موضحة أنه فور علمها بوفاة سمير غانم عادت للقاهرة.